طيب الاتحاد الافريقي طبعا ازاي باصص للمساله ومدرب من ادنى جنوب القاره يجي لاقصى الشمال وسان داونز و بيتسو موسيماني كان واحد من المدربين اللافتين في القاره الافريقيه وفاز في 2016 بافضل مدرب في القاره، فلما ينتقل للشمال ويدرب النادي الاهلي نادي القرن في القاره يبقى الامر ملفت للاتحاد الافريقي، فبيهتم موقع الكاف وهو يصور جمهور الاهلي، عمل فيديو وقال تم الاعلان عن موسيماني مدربا للاهلي وجايب صور لجماهير الاهلي وهي محتفيه به، وقال عوده للماضي عندما كان مدربا لسان داونز ومفتونا بجماهير الاهلي، واهتم موقع الكاف يجيب اللقطه اللي عرضناها لكم الاسبوع اللي فات واللي اكيد شفتوها كتير حضراتكم، لما كان بيلعب الاهلي في مارس الماضي وهو في الاستاد وشايف الاستاد كله احمر وشكل الجماهير كان مبهج جدا، طلع الموبايل بتاعه بيتسو موسيماني وقعد يلف حوالين الاستاد يصور الجماهير في لقطه كان زي ما الاتحاد الافريقي قال كان واضح ساعتها مفتون بهذه اللحظه وهذا الجمهور. وضع هي اللقطه جد هو يحمل تقدير للنادي الاهلي، ولكن هو نفسه قال انا لم اتوقع اطلاقا في لحظه ان انا هكون مدرب هذا النادي وبتعامل من اجل احلام هذه الجماهير، ولكن ايضا الاستاذ هاني ابو ريده له تعليق مهم. ده مهم جدا في هذا الشأن، لان التعليق بتاعه بعد ما نسمعه له معنى. طيب هاني ابو ريده قال ايه على تويتر في تويتر له؟ وهاني ابو ريده هنا زي ما المهندس عادلي اشار، اولا عضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الدولي لكره القدم، واحد من الاعضاء البارزين في اسره كره القدم الافريقيه، داعم للخطوه كمصري وكرئيس سابق لفترات طويله للاتحاد المصري. قال المهندس هاني ابو ريده: سعيد برؤيه موسيماني في القياده الفنيه لاحد عمالقه القاره الافريقيه النادي الاهلي. انا ادعم هذه الخطوه واشجع الانديه والمنتخبات في القاره الافريقيه ان تقوم بالمثل وان تمنح الفرصه لمدربينا ولاعبينا الافارقه. سأظل أدعم الكرة الأفريقية إلى الأبد. ده كلام جميل، ده دعم الكرة الأفريقية. إزاي بقى؟ لأن أنت على فكرة لو 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 الحركة دي نشطت وتبادلت الأسرة الأفريقية المدربين البارزين ده يجي هنا وده دي أولا هتعزز من الروح الرياضية. بالظبط. النهاردة جنوب أفريقيا فيها متابعة لمدربهم المحبوب والنادي الاهلي. انا شفت صور كتيره للشباب لابس الفانيلا الحمراء. ايوه اذا بشعار الاهلي. مؤكد هتعزز من العلاقه. تخيل بقى ان كمان الشمال الافريقي لو تبادل، طبعا كان في تجربه للاسماعيلي وكانت تجربه شجاعه ايضا. لكن انت عارف ان كاد حسام البدري يدرب كايزر تشيفز. هو كان هناك بيمضي العقد احد اكبر انديه جنوب افريقيا، وحسام البدري خارج من النادي الاهلي الى كايزر تشيفز قبل ان يستدعى لبيراميدز رئيسا لنادي بيراميدز. حتى انا يعني كنت بتكلم معاه بقول له انا كان نفسي التجربه دي تكمل وتنجح، كنت عايز اشوفك وانت بتحقق البطولات. فده كلام جميل جدا، وده بيدل على ان احنا بنطرق الباب بقوه وبنسهل الخطوه دي على اللي يجي بعدينا.